العصيرات حنا صوبناهم من راسنا. طبيعة الحال درنا واحد شويه ديال الليمون اللي طيطي صوبناه في شويه ديال السكر حتى تكراميليزا. نعم، تماما. وكنقدروا نحتفظوا به في الثلاجه باش كنخدموا في وصفات متعدده. لانه السكر راه ماده محافظه، سي ماتير دو كونسير، كانوا يحفظوا به العسل ولا السكر. وعندنا شويه ديال لابريكو او المشمش اللي هو نفس كذلك عسلناه واحتفظنا به. ها هما دابا باش يعطيو داك لوكو. نعم. داك لو كروكون في الحلوى. دابا غنحاولوا نفرغوه في الاناء بطبيعه الحال، من بعد غنزينوه. غادي نزينوه بالشكلاط اللي كندوبوه. اذا سي هواري غادي نخليك تستمر في هذه العمليه، ما تبقى من المراحل غادي نشاهدوه من خلال الصور. فراكم حال المقادير والصور اعزائي المشاهدين، وننتقلوا لفكره اليوم ومن بعدها الاشكال النهائيه المأدوبه اليوم. باش نحضروا حلوى بالحامض والشكلاط غادي نحتاجوا العجين المسكر، 500 غرام من الجبن السائل، كأس من عصير ليمون الحامض، قشور جوج حامضات محكوكين، جوج كؤوس من الياغورت الطبيعي، كأس من الحليب المركز المحلى، 4 البيضات، مشمش وبرتقال معسلين، نص كأس من القشدة الطرية المثقلة، 120 غرام من السكر سنيدة، 3 معالق من الدقيق، قبصة ملح وشكلاط للتزيين. فقرة أستوس لهذه الحلقة مشاهدنا الكرام غادي نقترحوا عليكم من خلالها واحد طريقة باش نستقبلوا الضيوف، أو لا طريقة مميزة أو لا باش نهاديوا الضيوف اللي كيعرضونا. فاحنا كنعرفوا بأننا في نهاية شهر رمضان باقي عندنا الفواكه الجافة في المنازل ديالنا، وحنا سبق لنا وقدمنا لكم في حلقاتنا السابقة الكيفية ديال التعمار ديال الفواكه الجافة ديال التمر وديال الشريحة بالنوغا وحتى بلاجولي دو فخوي أو ليغوم. فاحنا كناخذوا هاد التميرات على هذا الشكل هذا، وكناخذوا قطعه مربعه على قد التمره، كبر منها شويه ديال الفيلم اليمونتير اللي كتلاحظوا معايا هنايا مشاهدينا الكرام. وكناخذوا، كنطلب من الكاميرا انها تقرب مني باش كناخذوا هذا الفيلم اليمونتير وكنلفوا به التمره، الجهد اللي ما كيبقاش باين لينا، كتبان لينا فقط التمره والعماره ديالها. هذه الطريقه كتجعلنا نحافظوا على التمره وايضا نعطيوها جماليه، وكنلفوا على هذه الطريقه حتى كنحصلوا على التمره على هذا الشكل. وكناخذوا مشاهدينا الكرام هاد القصيبات اللي متواجدين في الاسواق التجاريه وباثمنه جد مناسبه، وكنوضعوا فيهم، كنديروهم، كنلفوهم على التميره، وكنديروا واحد الوريضه اللي كتكون على هذا الشكل هذا. ف ملي كنحضروا التمره مشاهدينا الكرام كناخذوا واحد هاد لي بلاطو اللي كيكونوا اون كارتون او لا ديال الكارتون اللي متواجدين في جميع الاسواق التجاريه. فكناخذوا كنستفوا هاد الفواكه الجافه اللي حنا حضرناها ولفيناها ودرنا لها الوريضات. فهنا كيف ما كتلاحظوا معنا صف ديال الشريحه او الكرموس بالمشمش، والتمر معمر بالنوغا، وايضا التمر معمر بلاجولي دو فروي او لا معمر بالكركاع بواحد الطريقه مبتكره. فاحنا كنقدموهم لكم على هذا الشكل، وكنلفوا هذا البلاطو هذا بالفيلم الغذائي او البلاستيك الغذائي باش كيعطينا واحد الجماليه، وحتى كنحافظوا على هذه الفواكه الجافه وباش كنحافظوا على هذا